والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرار وعلموا الناس، فإني امرؤ مخلوق وإن الناس يختلفون في المسألة فلا يجدون من يقضي بينهم فيها، وهو أول علم في الأرض يرفع حتى لا يكاد يوجد، وأن زيد قص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله: أفرضكم زيد وناهيك بها. زيد بن ثابت كان أعلم الصحابة بالفرائض، فهكذا القول عن الإعجاز مبرأ عن رسمة الألغاز. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، فهي ولاء أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. اعلموا أيها السادة المسلمون أن الآية التي تليت على مسامعنا سماها النبي بآيات الصيف. نزلت لما ذهب يعود جابر لعبد الله الصحابي الجليل، وكان في مرض موته، فقال: يا رسول الله، ماذا أصنع في مالي وأنا كلالة؟ والكلالة من لا أصل له ولا فرع، ملوش ذرية وملوش أصل ولا حد. ثم نزلت هذه الآية تبين ميراث هذا الصحابي ومن كان على شاكلته. يستفتونك، ربنا بيقول للنبي يطلبون منك الفتوى، قل لهم: يا محمد قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طب النصف الثاني يروح فين؟ قال لك: تأخذ النصف الأول فرضا والثاني غدا. ليس إلا هي، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إلا من له ولد. فإن كانت اثنتين، وكلمة اثنتين دي هي اللي وضحت في آية: يوصيكم الله في أولادكم، لأن الآية هناك تقول كل فوق اثنتين. خلاص، فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم لا تضلوا والله كل شيء عليم. هناك آية: ويستفتونك في نفس السورة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الآية دي بتفسر قول الله سبحانه وتعالى في أول السورة: وإن خف ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. عن عمر رضي الله تعالى أنه سأل خالته السيدة عائشة، وهذه من الآية
ما معنى قالت يا أخت، مش بتقول اتجوز ثلاثة؟ لا افهم الآية عشان الناس بتفهم غلط وبتفسر القرآن غلط. قال لك أن البنت تموت ويتولى أمرها وليها، فإذا ما كبرت ونضجت أعجب بجمالها وأراد أن يتزوجها وأن يستولي عليها وينقصها حقوقها ولا يعطيها من نظائره ويظلمها فلا تجد من يدافع عنها فنهى الله عن ذلك. وإن خفتم ألا تقوا في اليتامى الذين لهم تحت امرأتكم وإشرافكم لا تظلموهم وأعطوهم حقوقهم وتتزوج أنت أيها الولي أي امرأة غير هذه حتى لا تظلمها. ثم لما ولدنا بين عن معناها أنزل الله الآية ويستفتونك قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في القرآن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر والحقوق. هذا هو معنى هذه الآية. أرجو أن نعلم بدليل أن الله سبحانه وتعالى تعالى بعد ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك الأدنى ألا تعود ألا تفتقر. الشرح عن أن الإنسان لا يكون فقيرا ولذا يقال ما اقتصد يعني ما افتقر من اقتصد ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تفتقر. وهذه سورة سميت بسورة النساء لما جاء فيها من أحكام النساء من الطلاق وأول ميراث وقع في الإسلام كان في صدر هذه السورة عند قول الله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. بيقول لك احد الصحابه قد استشهد في غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الزمن الاول ان الذي يرث الميراث هم الذين يحملون السيوف والمجاهدين والشبان، اما النساء والصبيان فكانوا فقالت يا رسول الله إن لي ابنتين وإن عمهما قد أخذ ولا يتزوجان لمال، فقال لها اصبري فنزلت هذه الآية فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعطي البنتين السلسلتين واعطي أمهما الثمن وخذ الباقي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. هذا والله أعلم. ولا أريد أطيل عليكم لأن الأحكام كثيرة طويلة طويلة حتى لا تنال الموعظة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إن ربي على ما يشاء قدير. أقول قولي هذا وأشكر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله يكرمكم يا عم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. شكرا لحديثنا الجليل فضيلة الشيخ حسين علي طه من علماء الأزهر الشريف على هذا البيان والإيضاح، لعل الله أن يرزقنا العمل بما سمعناه من فضيلته. اللهم آمين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني رجل مربوط وإن العلم سيرفع. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، يتوقف اللقاء مع حضراتكم على أمل المواصلة بعد صلاة العشاء إذا كتب الله لنا ولكم اللقاء. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. ثم تلا قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، فتسرح في رياض القدس طورا وتشرب من بحار العارفين. قلوب دائما عليها رضاه تراهم راكعين وساجدين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي يقيمها آل الصعيد بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي تقام تأبينا وتكريما لروح فقيدة آل الصعيد. وقد استضافت الأسرة الكريمة من قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الإمام
فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بكفر حمودة مركز هيهية بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله صنع الله
وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا وكلنا أتوه داخرين
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكلنا توه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله صنع الله صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون
ارض رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأنا أتلو القرآن وأنا أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وأنا أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأنا أتلو القرآن
وأنا أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وأنا أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما من المنذرين وقل الحمد صدق الله العظيم. وأنا أتلو القرآن وأنا أتلو القرآن وأنا أتلو وأنا أتلو القرآن وأنا أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الرحمن 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 علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا وضعها للنا فيها فاكهة
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ صدق الله العظيم. لما تيسر من آيات سورة الرحمن، استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي اشتملت على دقة في الأداء والإتقان من فضيلة القارئ الإمام فضيلة الشيخ عبد القادر شعبان قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بكفر حمودة مركزه بمحافظة الشرقية. وقد نقلت لكم هذه التلاوة عبر أثير إذاعات الحاج محمد عبد العال المقيم بكفر حمودة مركزه بمحافظة الشرقية، كما تم تصويرها وبثها على أحدث وحدات التصوير العالمية لصاحبها المهندس ناصر صلاح. أعمال الضيافة والإنارة إدارة أولاد الحاج صديق أبو هاشم المقيمين بكفر حمودة. أعمال الفراشة إدارة الحاج أحمد الصغير المقيم بقرية بني عامر. أيها الإخوة الأحباب، آل الصعيد بقرية بني عامر يتقدمون بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من جاء إلى هذه الرحاب ليقدم واجب العزاء إلى آل الراحلة جميعا. ولسان حال الجميع يقول: إني معزيك لا على ثقة من المحيا، ولكنها سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. أو واحد.